كيف يا اصدقائي، شو اخباركم؟ اليوم حنلعب تحدي انا وياسمين. من فكرتي طبعا التحدي، فضلت على ياسمين، قلت لها تعالي نلعب هاللعبه. تحدي خرافي كتير وفيه ربح مصاري. ايه كل واحد فينا مجهز 100 دولار. فكره من التحدي انا صاحب الفكره، انا اللي بحكيها. اوكي تفضل. انه كل واحد بخبي بغرفته 100 دولار، والثاني بفوت معه 4 دقائق بدور عليها، اذا لقاها بياخذها، اذا ما لقاها خلص بتكون راحت عليه. وهيك نبلش. من عندك ولا من عندي؟ بس انا من عندك انت. اوكي هلا انت روح انزلي خبيها. هلا بعطيك الكاميرا عشان تصوري اذا بدك وين تخبيها. بس الفكره انه انا ياسمين ما راح العب بغرفتي، لانه غرفتي ما فيها غير يعني هاي 3 دروج بس، لسه غرفتي بدها كثير فرش. فراح العب انا باللي هون، عملت هيك مثل المستودع لإلي. فراح العب انا هيك. ما خلصت اساسا، بعرف انه غرفتك ما خلصت، بس فيها مكان تخبي. عم قلن انه غرفتي لسه ما حدا عنده اهتمام، والدروج يعني لساتهم فاضيين يعني ما خرج الي. ابلع نيوت فخلص. وين جاي حضرتك؟ بدي خبيها. روح يلا احط. يلا خبيها سوا. لا شكرا، مشان دير بالي عليها. وين بدي خبيها صراحه لسه ما بعرف. عندي هدول الدروج كلهم فاضيين، يعني لما اذا فتحهم دغري حيلاقيها. هي هيك بتفتح في مرايه اللي هون. هاي ايه مسكرها ورجع اندهله. وسام وسام، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي يلا اطلعي. اوكي لا ليك عندك هاي المنطقة محظورة. شو محظورة؟ ما بصير بنور هون؟ عن جد بتحكي؟ انا اساسا يعني الخزانتين ما في بنور. تمام شو فيك لك؟ عندك التخت. الو الدروج هدول هون هون. تخت الدروج هدول هون هون هون. طيب اكيد الخزانتين وتحتها وفوق كله محظور. عم اقول لك محظورة خلص. طيب ماشي يلا معك. عايري لي 4 دقائق. امسكي. اوكي يلا جاهز بلش؟ لا لا ثواني ثواني بس. شوف ثواني. شوفي. ايه بس. يي شو هاد؟ ييه جاهز؟ هي محظورة قلتيلي؟ هي محظورة. بلشت. يلا دور. حرامي. بدك ترجع كل شيء محله. تخيل في عمرك شفتي حرامي مهذب؟ لا صراحة. وردة يا حربوقة. وردة تكار. وردة تانية صفحات بيضة وورود. بصير هنا؟ دور وينها؟ خلاطي ما بصير صح؟ عادي دور وينها؟ لا ما بصير مو عادي. لا وين الدرجة تقعد تنزعلي أم التخت. يلا دور شباك. استنى دقيقتين و51. اوف شوف شو عم بيصير. هي اوراق الثبوتيه. يخرب عقلك فتح حمام الكاميرا. يو بدك الشاشه الشاشه. في 100 دولار بالموضوع. مستحيل فوت هالفوت. هيك الحرامي؟ أنا مستحيل فوت هالفوت هالفوت. ليك وين قلت لك ليك وين عم يدور؟ ما بوصل حتى أنا إذا بدي أطلع من فوق الخزانة. هلا فكرت فيها. دقيقة. يلا دور. أكيد في. طبعاً. بشرفك. والله حياة أمي. مو بالخزانتين. لا والله مو بالخزانة. مو بالخزانتين. مو بالخزانتين. صندوق الذهبات. قلت لما جيت لهون. إيه كل شيء عادي. يا الحرامي. وقت شو رايها؟ رجيني ضلك 40 ثانية عم تدور تحت الكمبيوتر. خذي
خرب بيتك شو جلده وكحته. شو عجزت؟ شو هاي؟ هي علبه معالج صح؟ هيك قال لك وينه؟ ها خلص شوف. مش انت هدول بتعرفهم؟ شو هن؟ شو هن؟ دروج هدول. اي دروج؟ هدول دروج. كيف ما خطر لي هون في مراية؟ تادا. وينه؟ كيف ما خطر لي انه هون في مراية؟ الله! كنت معها لما اشتريتها. حرام. طيب. بسيطة. وال 100 دولار ضلت معي وما راحت ولا لا. يلا خبيها. ما بدي العب. ما بدي العب خلاص بطلت العب. يلا بجوز انا كمان ما لاقيها. ايه ما بدي العب. لك تعال يلا خلصنا. يلا روحي. يلا ثواني. روحي اطلعي بس شوي اطلعي شوي لأحكي لهم شيء. اوكي اصدقائي انا كنت مخبيها من امبارح حاسب حساب لهي اللعبة مخبيها من امبارح. يلا صار دورها هي تدور خلينا نروح. شو هاد؟ يلا صار المستودع عملته هيك مثل مطبخ صغير لسه بده تظبيط بس يعني فينا نلعب فيه. وين؟ شو وين؟ عندك وين؟ شيء محظور؟ ايه هي مثل ما انت حزرتي للخزانه راح احزر لك هدول البنيات هي معهم كمان وهدول يا اختي كلها الزاويه هيك محظوره هيك جاهزه؟ ايه يلا 3 2 1. شو؟ ثلاثة. اسف لك شو هي؟ لك بالغلط صب بالغلط. يلا بلش. ها روحي بلش. يلا ما بلشت لحظة بلشت يلا طار نص وقتك يا حرام جوعانة شي؟ لا لك إذا لبست الهي على راسك بتحسي بشعور الحرام أكثر ضايقتني شوفي حتى أنت ليش كيوس عم يساعدك أنا كيوس ما ساعدني بحبني كيوس ما بطيء يعني شو مشان ما بصير؟ شو ما بصير؟ شمسيات؟ بلكي ما بعرف ممكن. ايه اوعك عم تمطر ياسمين. ياسمين اسمع لك تاخذي 50 بقول لك وين؟ قديش لسه في وقت فرجينا؟ دقيقتين. ايه لا مو لهالدرجة جوا الميكروويف يلا كاسة كاسة يلا يا حرام كاسة كاسة هذا جبتنا على مكان كثير فيها شغلات اختي مو بهالكيس كله يلا والله جبتنا على شغلات عم اقول لك مو بهالكيس كله روحي كيف لانه غرفتك ما فيها 50,000 درج الدرج فاضي مو مليان ويوه علب المكياج وشنات المكياج ومو بهالعلبة يلا ولا بهي الزرقاء ولا بهي السود يلا لكن ولا بهون ما دخله ما دخله هذا القسم كله ما دخله ولا بهالكيس ولا بهدول لك يخرب بيتك قديش لسه في وقت 50 ثانية ياسمين شو شو هون يخرب بيتك يخرب بيتك هي هون يخرب هذا لا ما في شيء مو هي لا والله والله لا يخرب بيتك عم بحلف لك عم بحلف لك والله اذا في 100 دولار هاتيها بنكفي لعب يعني عادي بتكون لشي حدا بتكون لاخي بتكون لشي حدا بس مو لإلي يعني انا اللي بعرفه انه مو لإلي سكري مشان الهواء خلص يا حرام يا حرام طيب ليك هلا انا ما لقيتها وانت ما لقيتيها تمام هلا انا حورجيكي وين بس شو رايك نعمل جزء ثاني نلعبها دغري هلا مره ثانيه بنزل لها حالها فيديو ثاني تمام؟ ممكن. تمام اورجيكي وانا؟ ها؟ ولا خلي لك اياها حسب لا اورجيني انت مو دورتي هون؟ تعالي قربي عشان ما يفكروني هلا حطيتها مو دورتي هون؟ دورتي بين الطابات؟ لا مو بين الطابات هي دورتي هون؟ دورتي هون؟ ها؟ امسكي هي شوي شو هاي؟ ما شفتي هنيك؟ شو هو؟ لك ليكا بايدك هون هي وين هون؟ هون لازقة؟ لا
يخرب بيتك شو بده يطلع منهم؟ لا تنزعي لا تنزعي خلي لي اياها هيك. لك شو بده يطلع منهم؟ شو بده يطلع بتطلع لك شو الارض يخرب بيتك. ايدك شوي بالله ايدك شوي ايدك شوي بالله هيك اصدقائي هي هيك خشبه هون كانت بالمكتب يعني هون فكيتها بالمقدح فتحت فيها فتحات هي للزهقه الوشين الانشاره اللي وقعت انا وعم بقدحها بالفرد لزقتها من هون ومن هون شايفين شلون هلا هيك بتصير ما بتبين يعني انت بتشوفوها هيك فكروا قطعت خشب واحده بس هلا هي هيك فشتت معها شوي ليك هي هي هون صح تخرب بيتك قوي تمام تلعبي واحده ثانيه هلا بعد شوي بلعب هاي لهون بكون خلص الفيديو تبع اليوم شكرا كثير لوقتكم انا انبسطت كثير هلا رح نلعبها مره ثانيه بنزل لكم اياها للفيديو قريبا احبكم كثيرا لا تنسوا اللايك على هذا الفيديو مشان اعرف انه بدكم جزء ثاني باي